عايزين نتخيل الفستان اللي رسمته الفنانة رجاء الجداوي لبنتها أميرة يوم حفل زفاف، يا ترى كان شكله ايه؟ يعني كان هو فستان فرحي انا الحقيقه، لان انا ما لبستش فستان فرح لنفسي، و ما عملتش لنفسي فستان فرح، وعشت طول عمري بلبس فساتين الزفاف للغير لعروض الازياء، لبسته الاف المرات، فما لبستوش لنفسي، لان زفيت بجيب وبلوزه، والبلوزه ما كانتش بتاعتي كمان، كنت سالفاها من الفنانه العزيزه قوي عليا حبيبتي سهير البابلي، استلفت منها بلوزه اورانج ولبستها وخدتها بعد اللي كاتب الكتاب كمان، ما اديتهالهاش قلت لها بقى للذكرى طيب، فما لبستش فستان زفاف، فكان نفسي قوي اشوف اميره واشوف نفسي في الفستان ده. فستان الزفاف عملوا لنا مصمم ازياء مصري صديقي قوي قوي قوي، وبيحبني قوي، ومعترف بشيء انا عملته له، ان انا دخلت المجال ده من صغره، من هو عنده 12 سنه، فكان بيقول لي دايما يوم ما اميره تتجوز انا اللي هعمل الفستان، وفعلا هو اللي نفذ الفستان. صديقي وعزيزي ده، ما اعرفش، مش عارفه اذا كنت اقدر اقول لكم الاسم ولا لا، نفذ الفستان بحب شديد جدا 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 لاميره. رايي ورايه اتحدنا في راي واحد، وعمل فستان جميل قوي قوي قوي. حسن جوزي ما تزفش، فجاب سموكينج واتزف مع اميره في جزء السلم الاولاني لغايه ما وصلها لمحمد، محمد زف معاها بالجزء الثاني. فاذا قدرت ارضي نفسي وارضي جوزي وارضي بنتي وجوزها في الليله دي، الحمد لله.